السلام عليكم ورحمة الله. هكمل معاكم إن شاء الله شرح هيكل Inspire Science Grade 8. هندخل في تاني موديول اللي هو بيتكلم عن الـ Earth and Human Activity. أول درس بيتكلمنا عن الـ Human Population Growth أو زيادة سكانية. يعني إيه Population؟ هو مجموعة من نفس الـ Species، من نفس النوع، يعني أفراد من نفس النوع بتعيش في مكان محدد. الافراد دول ممكن يكونوا بني ادمين، يعني عادي ممكن يكونوا كائنات حيه تانية، حيوانات مثلا، مجموعه من كائن معين، حيوان معين مثلا، قطط، مجموعه من نفس القطط هنا او نفس او مجموعه من القطط هنا، يعني عايشين في مكان محدد بنقول عليهم population. المهم لازم يكونوا مجموعه او members او افراد من نفس السبيشيز، تمام؟ فاحنا هنا بنتكلم عن انهي population، اللي هم الهيومن population. فالpopulation هما كل الممبرز of a species living in a given area. عدد الhuman population طبعا في الاول من كام سنة، من كذا سنة، ما كانش بالزيادة اللي احنا فيها حاليا، كان نسبته قليلة طبعا زي ما انت شايفين الجراف ده، وما كانش بيزيد بنسبة كبيرة. وفجأة بعد سنة 2000 كده او قبل سنة 2000 بشوية لقينا النسبة زادت كتير جدا، وفجأة فهنا حصل زيادة سكانية او حصل human population growth. انا ازاي بقى بقيس الـ rate of increase او بقيس نسبة الزيادة بتاعت السكان؟ بقيس النسبة بتاعت الزيادة في population معين ان انا بطرح او بنقص عدد الـ individual اللي سابوا الـ population ده من عدد الـ individuals اللي دخلوا الـ population ده، فبيديني نسبة الزيادة. يعني طبيعي البوبوليشن في ناس بتمشي منه وفي ناس بتيجي جديدة على البوبوليشن ده، فلما انا اطرح اعمل سبتراكتنج او نقص او نقص او اطرح نسبة الناس اللي غادروا المكان من عدد الناس اللي دخلوا المكان، هيديني نسبة الزيادة في البوبوليشن ده. طب الناس بتغادر المكان ازاي، او عن طريق ايه، او ايه الطرق اللي الناس بتغادر بيها البوبوليشن، وايه الطرق اللي الناس بتدخل بيها البوبوليشن؟ طيب لما انا يكون عندي مثلا بوبوليشن معين، هيومن بوبوليشن، تمام، عدد معين، العدد ده الناس بتغادر منه بطريقتين، يا اما هيموتوا، يا اما ناس بتموت. يعني مثلا نفترض ان العدد ده كده مات، يبقى كده هو عمل ليفنج للبوبوليشن. او يا اما بيعملوا ايه، يا اما بيعملوا هجره، يعني مثلا المجموعه دي عملت هجره او ايميجريشن. لما عملت هجره لمكان تاني يبقى كده هي نقصت من البوبوليشن ده، تمام. فانا بشوف نسبه السكان اللي دخلوا البوبوليشن ناقص نسبة السكان اللي غادروا البوبوليشن، وبتكون نسبة الزيادة. طيب هيغادروا فهيروحوا فين؟ يعني دول عملوا immigration او هجروا، هيروحوا فين؟ اكيد هيروحوا البوبوليشن تاني. فلما يروحوا للبوبوليشن التاني هما كده اصبحوا عدد زائد عليه، يعني اصبحوا زيادة. يعني مثلا دول التلاتة دول هنضيفهم بقى للبوبوليشن ده لان هما already راحوا المكان التاني. اسمها راحوا دي يعني ارتحلوا، يعني هم راحوا هاجروا من هنا وارتحلوا هنا، يعني انتقلوا هنا. الارتحال او الانتقال ده اللي هو immigration. لاحظوا الفرق في النطق شبه بعض، ولكن لاحظوا الفرق في الكتابة وفي المعنى. immigration معناها الهجرة، لكن immigration دي معناها الترحال. هنا بيهاجروا يعني بيسيبوا مكان معين، بيسيبوا البوبوليشن، وهنا بيعملوا الترحال يعني بيروحوا للبوبوليشن جديد. طيب هل هنا هيزيد عن طريق الاميجريشن بس؟ يعني هل البوبوليشنز بيزيد فيها السكان عن طريق الاميجريشن، يعني ارتحال ناس او انديفيديوالز فقط؟ لا، بيزيد كمان عن طريق ايه؟ عن طريق البيرث، المواليد، عن طريق المواليد، ان في ناس بتتولد جديده على البوبوليشن ده. يبقى الناس او الاحصائيين بتوع السكان كل سنه تقريبا او كل فتره معينه بيقيسوا rate of increase عن طريق ان هم بيعملوا عمليه subtracting لل number of individuals leaving a population from the number of individuals entering the population. واتفقنا ان الimmigration هم لما people يسيبوا المكان ده عشان يستقروا في مكان تاني، والimmigration
which is when people enter an area to live there. ولما الناس بتروح مكان عشان تعيش هناك. تمام؟ طيب من ضمن الخصائص برضو اللي بتأثر على أي population هي الage structure أو التركيب العمري. يعني مثلا الجراف ده جايب لي الفرق ما بين اليوث أو الشباب، اللون الأزرق ده بيعبر عن شباب أقل من 16 سنة تقريبا، وجايب لي الفرق كمان ما بينهم وما بين الـ older people اللي هما الناس الكبيرة يعني. تمام؟ فهنا أول دولة country A جايب لي اليوث طبعا أكبر بكتير من الـ older people، فهنا زيادة السكانية هتكون إيه؟ أصلا الـ older people دول يعني شوية اللي هما أكتر من 65 سنة أغلبهم خلاص هيموت، فهنا عمال يتولد ناس جديدة ناس جديدة ناس جديدة، والـ older people عددهم اصلا قليل، فعمال يتولد كتير مقارنه بالناس اللي عماله تكبر او وتموت، يعني بيبقى قليل جدا، فكده الزياده السكانيه هتبقى ايه؟ طبعا هتزيد بسرعه جدا في country A. طيب country B اليوث عددهم مقارنه بعدد الاولدر بيبل يعني الفرق ما بينهم بدا يقل شويه، فالناس عماله تتولد وهنا عدد قليل اللي من الاولدر بيبل ده عمال ان هو مثلا يتوفى او كده او يتوفي، ف عدد النسبه او الفرق ما بينهم قل، فبالتالي هنا حصل برضو increasing يعني المواليد لازالت او اليوث عددهم اكتر، فبالتالي المواليد اكتر، فكده في نسبه زياده ولكن قليله، اكيد نسبه الزياده بتكون ابطا من نسبه الزياده في country A. طيب country C لسه المواليد او عدد الشباب اكتر، يعني معنى ان كده ان المواليد بتزيد وعدد ال older people عمال برضو الفارق بينه وبين اليوث يقل، كده بيحصل زيادة برضو ولكن اقل من country B. تمام؟ فكده الدولة دي بيحصل لها increasing ولكن بتكون اقل، الزيادة بتكون اقل من country B. طيب country D زي ما انتم شايفين هنا عدد ال older people زاد عن عدد اليوث، فكده معنى كده ايه؟ معنى كده ان المواليد عددهم بدأ يقل، فالدولة دي اللي هيحصل فيها decreasing او قلة في عدد البوبوليشن او قلة في البوبوليشن، عدد البوبوليشن هنا بيقل مش بيزيد. تمام؟ هنا جايب لي الفرق ما بين ثلاث دول ما بين كينيا ويونايتد ستيتس وجيرماني. كينيا زي ما انتم شايفين هنا في سنة 1930، يعني هنا من زمان، وهنا من 2005 ل 2009، يعني هنا الأحدث تحت الأحدث، شايفين زمان كان عددهم ايه وفجأة ل 2005 و 2009 بدأ العدد يحصل له ايه؟ زاد جدا، زاد بطريقة سريعة جدا، فهنا حصل لهم rapid growth. كينيا دي من ال developing country اللي هي الدول ال developing او النامية. نيجي ل United States و Germany. United States يعني لو قارنته من 1930 بدأت يعني تقل شوية وتزيد شوية وبعدين تقل شوية وبعدين تزيد شوية وهكذا، المهم وصلنا ل 2005 و 2009 اصبح العدد اكتر شويه بشويه صغيرين من 1930، فحصل زياده ولكن slow growth، حصل زياده بطيئه جدا. طيب نيجي لجيرماني لو لاحظتوا عماله تزيد وتقل لحد ما وصلنا لنفس تقريبا الافريج بتاع 1930، هو او يعني في 2009 و 2005 اكبر شويه، يعني شويه صغيرين، ف يعني عدد لا يذكر، فكده بنقول عليها نيجاتيف جروث. نيجاتيف جروث يعني عدد الناس عمال ثابت، يعني ثابت مش بيزيد، فهنا عددهم في 1930 كان تقريبا يساوي عددهم من 2005 ل 2009. تمام؟ فهنا جيرماني الهيومن بوبوليشن بتاعها عندها نيجاتيف جروث. نيجي للدرس الثاني وهو ربطه بالدرس الاول، ان عدد الناس لما بيزيد اكيد هيحتاجوا ريسورسز كتيره، هيحتاجوا طعام، هيحتاجوا كلين ووتر، هيحتاجوا سبيس او مساحه،
كل ده الناس لما عددهم يزيد هيحتاجوا الحاجات دي عشان دي أساسيات الحياة. طيب فهم بيلجأوا لأشياء أو حاجات عشان يوفروا غذائهم ويوفروا المكان اللي هيعيشوا فيه ويوفروا الكلين ووتر وهكذا. أول حاجة بيعملوها إن هم بيعملوا deforestation. يعني إيه deforestation؟ يعني بيبدأوا يعملوا cut down trees أو يقطعوا الأشجار بين الغابات، أو يعني يعملوا deforestation أو اللي هو يشيلوا الغابات، يزيلوا يعملوا إزالة للغابات بأشجارها بقى بكل الحاجات اللي فيها. تمام، يبقى the removal of large areas of forests for human purposes is called deforestation. هما بيزيلوا الغابات او اماكن واسعه جدا من الغابات عشان human purposes او الاغراض، الاغراض الانسان يعني اكيد بيشيلوها الاغراض معينه. طيب من ضمن الاغراض دي طبعا ان هما يعملوا urbanization او اللي هما يعملوا development للtowns والcities on previously natural area. يعني المكان اللي كان طبيعي موجود كان موجود naturally زي الفورستس، لما بيعملوا لها deforestation بيعملوا ايه مكان التريز والحاجات دي، بيبنوا عليها تاونز وسيتيز عشان تقدر ان هي تحمل العدد ده او تشيل العدد ده من الناس. تمام، كمان من التريز اللي بيقطعوها من الفورست بيعملوا بيها ايه؟ بيعملوا بيها فيول، بيعملوا بيها بيبر برودكتس، بيعملوا بيها وود برودكتس، بيعملوا منها منتجات الاخشاب ومنتجات الاوراق والوقود وهكذا، كل ده بيستخدموه او بيطلعوه من الاشجار. تمام، تاني حاجه بيعملوا ايه في لما يشيلوا ازاله الغابات كلها؟ بيعملوا ايه؟ بيعملوا زراعه agriculture. تمام، بيشيلوا الاماكن دي او الغابات دي او الصحراء دي او سوري الغابات دي عشان ايه؟ عشان ان هم يزرعوا في الغابات دي. تمام، فالزراعه هي عندها positive و negative aspects، يعني عندها جانب إيجابي وجانب سلبي. الجانب الإيجابي إن هي بتوفر food للناس. تمام، هما لما يزرعوا هيوفروا أكل يكفي عدد الزيادة السكانية وعدد السكان ده، لكن في نفس الوقت إن هما لما يشيلوا الغابات فهما كده أثروا على الـ earth system أو النظام الأرض، لأن الغابات دي كانت مأوى لكائنات كتير جدا. فطبعا لما نشيل المأوى بتاع الكائنات دي بيظلوا بلا مأوى، وطبعا مش بيقدروا يتأقلموا على اي مكان تاني، فبالتالي بيموتوا. فاحنا كده أثرنا على نظام الارض ان احنا قتلنا كائنات كتير جدا جدا عشان لاغراض بقى الهيومن بيربوزز، عشان نزرع، عشان نبني مدن، وعشان نسكن فيها وهكذا. فكده احنا اثرنا الجانب السلبي بتاع الزراعه ان احنا اثرنا على الـ earth system. طيب عندنا بعد كده مصطلح الـ ecological footprint. يعني ايه الـ ecological footprint؟ هي الـ demands بتاعت الهيومن او متطلبات الانسان واستخراجه للفضلات. يعني متطلباته زي احنا بنتطلب ايه في حياتنا؟ بنتطلب الطعام، بنتطلب الكلين ووتر، بنتطلب سبيس. عندنا متطلبات اساسيه لازم تكون متوفره عشان نعيش، فكل دي متطلبات، ولازم اي حد فينا هيكون عنده الديمونز او المتطلبات دي. ولكن هل كل الناس بتستغل الديمونز دي، او يعني بتاخد الديمونز دي بنفس الكميه؟ يعني هل كل الناس بتستعمل الديمونز او الطعام بنفس الكيفية؟ يعني هل انا مثلا بستعمل اللي بيكفيني فقط من الطعام، ولا بعمل تبذير في الطعام في استخدام الطعام؟ هل انا بستخدم الووتر على قد حاجتي، ولا بعمل تبذير في استخدام الووتر وهكذا؟ فكل واحد استخدامه للحاجة دي بيحدد الايكولوجيكال فوت برينت بتاعته. تمام، وكمان الويستس اللي احنا بنطلعها، النفايات والفضلات وكده، دي من ضمن الايكولوجيكال فود برينت. فهي ديمونز المتطلبات بتاعتنا من طعام وشراب وهكذا، بالاضافه للويستس اللي بننتجها. تمام، فلازم كل شخص يحاول على قد ما يقدر يقلل الايكولوجيكال فود برينت بتاعته، ان هو يستخدم الحاجه على قده، ما يصرفش في استخدام الطعام، ما يصرفش في استخدام الماء وهكذا. ولازم طبعا نحاول على قد ما نقدر
ما نطلعش النفايات، نحاول ان احنا نعمل لها ريسايكلينج او ريوز وهكذا، بحيث ان احنا ما نطلعش نفايات تضر الايكو سيستم حوالينا او تضر الارض. تمام، فاحنا ممكن نقلل الايكولوجيكال فوت برينت ازاي؟ احنا باستخدام التكنولوجي، كل ما كانت التكنولوجي متطوره اكتر، كل ما طورنا في التكنولوجي كل لما قللنا من الايكولوجيكال فوت برينت بتاعتنا. تمام، تاني حاجه ان احنا بنلجا للرينيوبل انرجيز، بنلجا للطاقه المتجدده زي الويند زي السولار باور. تمام، فكل ده بيقلل الايكولوجيكال فوت برينت، لان الويند والسولار باور وكده مصادر طاقه نظيفه. يعني ايه نظيفه؟ يعني مش مضره بالايكو سيستم حوالينا، فبالتالي استعمالها بيكون بيحافظ على البيئه وبيقلل الايكولوجيكال فوت برينت بتاعتنا. تمام، في مقارنه بين جيرماني واليونايتد ستيتس، في جيرماني تقريبا الفوت برينت بتاعت الفرد 4.6 جلوبال هكتارز بير بيرسون، وفي يونايتد ستيتس الايكولوجيكال فوت برينت تقريبا 7.2 ايكولوجيكال او جلوبال هكتار، جلوبال هكتار بير بيرسون، ده اختصارها في يونايتد ستيتس. طبعا زي ما انتم شايفين الايكولوجيكال فوت برينت في جيرماني اقل كتير من الايكولوجيكال فوت برينت في يونايتد ستيتس، فاحنا نحاول على قد ما نقدر ان احنا نقلل الايكولوجيكال فوت برينت بتاعتنا، ان احنا نستخدم الحاجه على القد بالظبط، عشان ده بعد كده هياثر على الجينريشنز اللي بعد كده او الاجيال اللي بعد كده. ان احنا لو اسرفنا في استخدام الريسورسز، الاجيال اللي بعد كده هتيجي مش هتلاقي ريسورسز متوفره ليها، هنكون احنا للاسف اسرفنا في استخدامها وهنخلص الريسورسز دي. تمام، عشان كده بنلجا للنيوبل انرجي، لان هي متجدده، يعني بتتجدد حتى لو خلصت بعد فتره او كده مش بتخلص، يعني مش بتخلص، بتتجدد، مش زي النون رينيوبل انرجي او اللي هي الطاقه الغير متجدده اللي بتنفذ وتنتهي. تمام، فكده خلصنا الموديول ده. ان شاء الله الحصه الجايه او التسجيل الجاي هنخش على الموديول الثالث. تمام، طيب عايزين بس نشوف هنا السؤالين دول. السؤال ده بيتكلم كل كلامه عن ازاي يعني لما احنا بنستهلك الفورس او بنستغلها او بنستهلكها ده بيأثر على الكائنات اللي بعد كده. يعني مثلا كان في اليو ان انفايرمنت بروجرام اصدرت ريبورت او تقرير ان حوالي 800 سبيشيز اختفوا. تمام، وحوالي 10,000 سبيشيز ار ناو كونسيدرد تريتن، يعني حوالي 10,000 سبيشيز او نوع من الكائنات مهدد بالانقراض حاليا. في 800 نوع اختفوا تماما او انقرضوا، في 1000 نوع او 10,000 نوع مهددين بالانقراض. كل ده بسبب ايه؟ بسبب ال consuming force او استهلاك بقى، او ال habitat destruction زي ما قلت لكم قبل كده، ان ازالة الغابات دي بتأثر على كائنات كتيرة، هي كان موطنها الاصلي الغابات، فاحنا لما نشيل الغابات دي هنلاقي ان في كائنات تانية خلاص انقرضت او اختفت تماما، لان احنا شلنا موطنها الاصلي. تمام، فال consuming force resources interferes with the survival of other species. يعني استهلاك الغابات دي او ان احنا بنعملها consuming او نستهلكها او نشيلها او نزيلها او نزيل الريسورسز بتاعت الغابات بتعارض بقاء الكائنات. يعني كل لما ازلنا الغابات اكتر، عملنا deforestation اكتر، كل لما ده اثر على survival بتاع السبيشيز. بعد كده في سؤال only a small percentage of Americans owned cars before the 1940. ماشي، by 2017 تقريبا كان في 250 مليون vehicles لكل كان في 250 مليون vehicles او مركبة، يعني او اللي هو وسائل مواصلات لكل تقريبا 323 مليون people. لكل 323 مليون people في 200
50 مليون فيكلز، ده في 2017 تمام. ده طبعا زاد جدا، لكن في 1960 تقريبا كان في 16,000 كيلومتر من الهاي ويز، وحاليا في 77,000 كيلومتر من الرود ويز. طيب هو عايز ايه يعني؟ بيقول what percent increase does this represent، يعني هو عايز نسبة الزيادة. اي نسبة زيادة انا بجيبها ازاي؟ اي نسبة زيادة هقول لكم مثال بسيط وعلى اساسه نطبق النسبة دي. لو انتوا مثلا مصروفكم كنتوا بتاخدوه 50 درهم، وبعد كده زاد لمية درهم، فايه نسبة الزيادة؟ ايه الـ percent increase اللي حصلت في المصروف بتاعكو؟ هنعمل ايه؟ هنجيب الزيادة اللي هي 100 وننقص منها 50 اللي كنا بناخدها اصلا، ونعمل ايه؟ ونقسم على 50 اللي هو الرقم اللي كنا بناخده، ونقوم عاملين ايه؟ هنضرب الرقم اللي هيطلع في 100، يعني 100 ناقص 50 هيديني هنا 50 على 50 فيها الواحد في 100 يبقى 100%. يبقى كده الزيادة بتاعت مصروفكو لما كنتوا بتاخدوا 50 ومصروفكو بقى 100، يبقى انتوا زدتوا 100%. تمام، جبنا الزيادة، العدد الجديد مصروفي الجديد ناقص مصروفي القديم على مصروفي القديم في 100، وطلع لي النسبة. طيب على اساسه انا عايز اجيب البرسنتج لأي حاجة، فهو هنا جايب لي في اليونايتد ستيتس كان عندها 16,000 كيلومتر من الهاي ويز، وبعد ان حاليا عندها 77,000، فانا بجيب الزيادة الحالية، العدد الجديد او الرقم الجديد اللي هو 77,000 كيلومتر، واعمل ماينس ايه؟ الرقم القديم اللي هو كام؟ 16,000 كيلومتر على كام؟ الرقم القديم، وهضرب كل ده في 100 تمام. فهيديني في النهاية رقم تقريبا 300، لو عملتوه على الكالكوليتر هيديكوا 381، وفي الاخر نحط علامة البرسنتج او علامة 100% وكده يديكوا النسبة تمام. كده الموديول خلص، اتمنى تكونوا فهمتوا. ان شاء الله هكمل معاكم باقي الشرح على مدار الايام. شكرا جزيلا.